الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي 2024 مع حل تطبيقات على همزة الرصد وهمزة القط من كتاب مكتب الأضواء. نبدأ إن شاء الله صفحة 6. طبعا بداية صفحة 6 و7 في النسخة اللي هي نازلة، طبعا محلولين عشان ما نقولش المستر حللهم يعني، وبعد كده مفيش حل. طبعا السبب وكده اننا نزلتها بي دي اف وشغال هنشتغل عليها ان مؤسسه الاضواء معلمين منها، ولذلك احنا يعني ايه نجعت ان انا بنزل لك النسخه دي وبنشتغل ايه بنشتغل منها. حدد ما يعني الجمله التي تحتوي على فعل يبدا بالف وسط. طبعا الفات الوسط بالنسبه للافعال امر الفعل الثلاثي زي كتب اكتب، والفعل الماضي الخماسي وامر مصدره زي اجتمع اجتمع اجتماع، الفعل السداسي وامر مصدره زي استخرج استخرج استخراج. فهنا نقول الرجال يصمدون الرجال والصعاب، طبعا الف وسط لكن دي اسماء ما احنا مش عايزينها. الحفل والضيوف اسماء تبدا بالف وسط، وهي عندي اثنان من الاسماء العشره. يبقى احنا اطعمت بفعل ماضي رباعي همزته همزه قط، احنا عايزين الف وسط يبقى ان دفع يبقى فعل ماضي خماسي. رقم اثنين حدد مما يلي الجمله التي تحتوي على مصدر يبدا بهمزه قط. طبعا امجد اسم، امجد اخذ اعلى الدرجات، عند امجد اسم واخذ فعل ماضي ثلاثي واعلى على وزن افعل، يبقى احنا عايزين مصدر. عند رقم اثنين حضرت ابتسام مسابقه التفوق، ابتسام اسم من، علم منقول همزه تحته همزه همزه ايه همزه قط، انتصر قال هنا طبعا الف ايه الف وسط يبقى اتقان سر النداء. رقم ثلاثة حدد الصواب مما يلي املائيا. قال الشاعر قف نادي يا رامي الجلال ونادي، هل من بناتك مجلس او نادي. طبعا اهرام بدون همزة يبقى على طول العبارة خطأ. رقم اثنين قال الشاعر واذا اتى الاجل النفوس فلا تسل عن صحة الارواح والاجساد. طبعا اذا الهمزة في همزه تحت الالف اتى الهمزه مكتوبه صح لان ثلاثه بادئ من همزه، الاجل اجل اجل يبقى هنا كده ايه المرض او البدة بتاعي صح. قال الشاعر لا تزدين قبيحا ان هممت به وافعل جميلا فان الخير يغتنم. طبعا ما فيش همزه على ان يبقى العباره خطا. فلا تدنون منهم ولا تقصينهم ولكن امرا بين ذاك مقاربا، كل امر بدون همزه يبقى على طول يبقى احنا الاجابه بتاعتنا هي رقم الاعداء. مختار ابنك طريقه بارادته، حدد نوع الهمزه فيما تحتوي خط. طبعا هنا الهمزه نداء ولا وسط ولا اصليه ولا استفهام، فنحن نقول همزه استفهام. اي العبارات الاتيه صحيحه نحويا وإملائيا؟ اهتم المصريون بالعلم. طبعا هنا في هنا حذف حذف وحرف الباء ما فيش حذف، اهتم بهمزه طبعا هي بدون، اهتم بدون لانها الف وسط. اهتم المصريين هي طبعا المصريين خطا نحوي، يبقى اهتم المصريون بالعلم. المدير الموظف باستلام الملفات بين كلمه همزه كلمه استلام مع بيان السبب. طبعا هنقول استلام همزة وسط، وقلت همزة ألف قطع ألف وسط ما فيش مشكلة، يعني همزة وسط أو ألف وسط ما فيش مشكلة. همزة وسط السبب إنها مصدر لفعل ثلاثي استلم استلم استلام. مما يعني سبب ابتداء كلمة استيفاء بألف وسط، طبعا استوفى استيفاء ده مصدر لفعل ثلاثي. طبعا شيل است اتفضل وفيا او وفى يبقى انا على طول ده مصدر لفعل ثلاثي. اجد الخط ميز مما يلي سبب بناء الفعل في الجمله السابقه بهمزه قط. اجد طبعا هي امر لفعل رباعي الماضي رباعي، اجاد اجد اجاده ودخلنا عليها واو الجماعه يبقى اجد. اكلك وشربك ضروريان لبناء جسمك، ما تحت قطع همزته قطع لانه مصدر لفعل ثلاثي، اكل اكل وامر امر واخذ اخذ. عندي
استنتج لما بدأت كلمة اتحاد بألف وسط. طبعا اتحاد أو اتحدا واتصفا واتصلا، ده يقول لك عليه ماضي خماسي. وطبعا هنيجي نقول اتحد اتحاد واتصف اتصاف واتصل اتصال، يبقى مصادر بفعل خماسي. آكل الأرز في غذائي، الفعل آكل همزته، طبعا الفعل آكل هنا همزته قطع لأنه فيه همزتين، هي الهمزة بتاعة المضارعة مع الهمزة بتاعة فعل الأمر، ويبقى عبارة عن همزتين. طبعا الفعل الماضي الثلاثي المبدوء بالهمزة عند دخول ألف الفاعل عليه، يبقى الهمزة تكون بعد الايه الألف، يبقى عبارة عن همزة قط وألف رقم جي. عشر اجتهد أخي تنل ما تحب، اجتهد أخي فنال ما يحب. الفعلان الموضحان ألفهما وصل لأنهم، طبعا هنا اجتهد أخي تنل ما تحب، هنا فعل أمر خماسي، واجتهد فعل ماضي خماسي، يبقى اجتهد اجتهد اجتهاد، يبقى ده ماضي خماسي وأمر خماسي، يبقى اجتهد أخي اجتهد الأولى، اجتهد فعل أمر، اجتهد فعل ماضي. رقم 15 اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحوها. الفعلان اتقي وأتبع همزتهما وصل وقطع على الترتيب لأنهما. طبعا هنقول اتقي أمر لفعل خماسي، يبقى اتقى اتقاء، أو اتقى اتقي اتقاء أمر لفعل خماسي. أتبع فعل فعل أمر لفعل رباعي. كل مما يلي صواب عندي ما عدا اهتداء، طبعا دي صحيحة، هي اهتدى اهتداء مصدر لفعل خماسي، إعلام مصدر رباعي رباعي، إيلام مصدر لفعل رباعي، ما عدا ارتقى، طبعا ارتقى ده مصدر لفعل خماسي، فالألف بتاعته ألف وصل وليست همسة قط. رقم 17 أي الجملة الآتية كتبت بطريقة صحيحة؟ انشراح الصدر في ذكر الله، طبعا العبارة دي خطأ، لأن هنا ده مصدر مصدر لفعل خماسي بدون ايه، او الالف بتاعته الف وصل. انتصار الحق امر مؤكد، طبعا انتصار حاطط لتحت الالف همزه، فطبعا العباره خطا لان دي مصدر والمصدر بدون الف. اتباع الحق واجب، هنا طبعا اتبع اتباع، اتباع مصدر لفعل خماسي، يبقى اتباع بدون همزه، يبقى المصدر المصدر او الكلمه الجمله صحيحه. اعتدال فتاة مهذبة، هنقول لأنها علم منقول، علم منقول يعني مصدر سمي به اسم بنت، يبقى على طول ده همزته همزة قطع. رقم 18 حدد مما يلي الجملة التي لا تحتوي على فعل أمر خماسي. يطلب الطلاب استأنوا من الفشل، طبعا هنا فعل سداسي فبدون بدون همزة، عندي استوفى فعل سداسي، استوفى ماشيتك طبعا ده فعل سداسي، استفد من تجاربك، طبعا العبارة هنا استفد الفعل، يبقى همزة قط، طبعا العبارة لا يبقى ألف وصل، طبعا العبارة لا، استمع واستبق ده فعل خماسي، فعل خماسي فأنا بناخد استمع. رقم 19 حدد الخيار الصواب إملائيا مما يلي عمرو ابن العاص فاتح مصر. طبعا كلمة ابن إذا وقعت بين علمين الثاني أمر الأول بيحذف الألف. عمرو ابن أخي، طبعا لما نيجي نفصل بين عمرو وما بعدها يبقى على طول نحط الايه نضع الألف. ابن العاص في أول الكلمة لابد من إثبات الألف، يبقى الصواب عمرو بن العاص فتح مصر. هنا طبعا حذفنا الألف من كلمة ابن لأنها وقعت بين علمين الثاني أبر الأول، وعمرو كلمة غير منونة. رقم 20 العمال متقنون،
وأنتم محبوبون أعد كتابة الجملتين عند دخول همزة الاستفهام على الكلمتين العمان وأنتم، وغير ما يلزم. تعال نبص على الجملة الأولانية. طبعا عندي الكلمة اللي هي بتبدأ بألف وصل، الكلمة اللي بتبدأ بألف وصل عند دخول الهمزة عليها ما بيحصلش أي تغيير غير إن احنا حنمد، احنا عايزين ندخل همزة الاستفهام، ندخل همزة الاستفهام عند دخول همزة الاستفهام على الكلمة المبدوعة بأل، الألف بنخليها مد، فبنقول العمال متقنون، متقنون وعلامة استفهام. الجملة الثانية، طالما همزة استفهام هتدخل على جملة بدأ أو كلمة بدأ بالهمزة، فعلى طول نحطها زي ما هي الهمزة، همزة الاستفهام وبعدين الضمير زي ما هو، أنتم محبوبون وعلامة استفهام. 24، هات العلم عمرو في جملتين من إنشائك مرفوعا ومنصوبا مرة، فتح، هنقول كده اهو، فتح عمرو ابن العاص مصر، والتانية رأيت عمرا، خلي بالك هتبع نحذف الواو ونضع ألف التنوين، يبقى بالنصب يبقى فعلا كأنه هيبقى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. رقم 22، ماذا تكتب علامة المد فوق كلمة الأداء؟ هنقول السبب إن هي همزة تاني متتاليتان، متتاليتان. رقم 23، استخدم إلا في جملتين من إنشاء بحيث تكون في الأولى أداة استثناء وفي الثانية أداة جزم. نقول حضرة الطلاب إلا علي، يبقى كده أداة استثناء. اجتهد وإلا تندم، يبقى أنا كده استخدمتها أداة جزم اللي هي الفعل المضارع. هنأخذ إن شاء الله صفحة 9 وصفحة 10. السؤال الأول بيقول أدت ابتهال في إذاعة المدرسة ابتهالات خاشعة، ميز بس صحيح للهمزة في الكلمات التي تحتها قط. طبعا هنأخذ الأول ابتهال، ده طبعا علم منقول، علم منقول، وبالتالي علم المنقول ده الهمزة بتاعته همزة ايه؟ همزة قط. يبقى انا هندور على اول حاجه الابتهال تحت الايه؟ الالف همزه، يبقى احنا بعدنا ب وبعدنا د، اتفضل عندي الف واتفضل عندي د. طيب بعد كده اذاعه، طبعا مصدر لفعل رباعي اذاعه اذاعه، وبالتالي هي هنا ايه؟ الهمزه بتاعتها همزه ايه؟ همزه قط. يبقى احنا هناخد ابتهال الهمزه مكسوره وهمزه قطع، اذاعه همزه قطع. تعالى بعد كده ابتهالات خاشعه، ابتهال وهو مصدر لفعل خماسه، طبعا بنقول ايه؟ ابتهل ابتهال، وبالتالي الالف بتاعته الف وصل، يبقى احنا بناخد رقم ب. ناخد رقم 2، استبقي لنفسك بقيه ترجع اليها عند الغضب، حدد سبب كتابة همزة الكلمة التي تحتها خط بهذا الشكل. إليها هنا طبعا هنا حرف جر وأضيفت إلى الضمير، فهنا طبعا حرف جر ده جر إلى همزته، همزة إيه؟ همزة قط. يبقى احنا نقول اسم اسم، يبقى احنا معانا ألف معانا جيم، إن حرف يبدأ طبعا ما ينفعش وسط، يبقى احنا على طول خدنا رقم باء لانها حرف يبدا بهمزه قطع مكسوره. عند الحروف كلها همزتها همزه قطع ما عدا طبعا ان هي حرف التعريف ان، حروف طبعا لازم نقول الحروف المبدوعه بالهمزه. عند مثلا حروف الجر الى، حرف الجر الى، عند حروف العطف او وام، وعند حرف الاستثناء الا، وعند ان الاستفتاحيه، كل دي اسمها حروف، وبالتالي الهمزات بتاعتها همزات ايه؟ همزات قط. رقم 3، حدد مما يلي سبب كتابة همزة كلمة جرأة على الألف.
دايما الهمزه المتوسطه بص ليه حركه الهمزه وحركه ما قبلها. تعال نقول جر، ادي الراء ساكنه والالف مفتوحه، يبقى انا هنقول ان هي رسمت على الالف لانها مفتوحه، يبقى انا على طول طيرني الف وطيرني دال، هتفضل عندي اول واحده مفتوحه اللي هي الهمزه. تاني حاجه وما قبلها ساكن، يبقى احنا خدنا رقم باء. اربعه حدد مما يلي كلمه بقى همزه مكسور ما قبلها. طبعا هنقول سون ايلا همزه مكسور وقبلها ضمه، يبقى سون ايلا. وبعدين عندي ميمون، طبعا دي ساكنه وهي مضمومه. عندي في طبعا هنا كسر وهي مفتوحه. قا الف مد وهي مكسوره، فاحنا عايزين مكسوره قبلها، يبقى احنا بناخد كلمه ايه؟ كلمه فئه. ست حدد مما يلي سبب كتابه كلمه رؤيه على الواو، يبقى انا هنقول رؤيه الواو الهمزه ساكنه وما قبلها مضمون، يبقى ساكنه وما قبلها مضمون، يبقى انا هناخد رقم الف. رقم ستة حدد مما يلي سبب كتابة همزة كلمة تباتؤ على الواو، اللي هي طبعا همزة متطرفة وما قبلها مضمون، همزة متطرفة وما قبلها مضمون تباتؤ، يبقى هي متطرفة وما قبلها ايه؟ وما قبلها مضمون. سبعة بقول أيها الخائف اطمئن بذكر الله تعالى، حدد سبب كتابة الهمزة المتوسطة على الياء فيما تحت خط. طبعا اطمئن، طبعا هي الهمزة مكسورة وما قبلها مفتوح، الهمزة مكسورة وما قبلها مفتوح، يبقى احنا بناخد رقم الف. هنا نقول ابناؤنا من افضل الطلاب خلقا. تعال ناخد اعراب الجملة على السريع. ابناؤنا ابناء مبتدا، والناء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، من حرف جر افضل اسم مجرور. وطبعا الخبر شبه جمله في او شبه جمله في محل رفع خبر، الطلاب مضاف اليه، خلقا تمييز، يبقى احنا هناخد خلقا تمييز ملحوظ منصوب علامه نصب الفتح. هندخل انا على طول، الهمزه بتتحول الى ابناءنا، ابناء انا الهمزه على السطر، الابناء انا، ونكمل من افضل الطلاب. وعشاء طبعا كلمه جاء الهمزه مضمومه، جاء مضمومه وقبلها ساكن ورسمت على السطر، قبلها ساكن اللي هو الايه؟ الالف، دي كلمه جاء. الكلمه الثانيه عندي عشاء متطرفة وقبلها ألف إيه؟ قبلها ألف ما متباشر. ميز الجملة الصحيحة عندما تطلب من صاحبك إنشاء الجسور المودة وعدم إساءة الظن بالآخرين، وأنت هتقول أنشئ. طبعا ما قبل الهمزة المتطرفة مكسور، يبقى على طول يبقى احنا هنقول ترسم على الايه؟ على الحرف. يبقى احنا هناخد بعدنا طبعا ب وبعدنا د، هنا هيبقى عندي انشئ. بعد كده الهمزه لما تكون ما قبلها مد تسيء، يبقى على طول بترسم على الايه؟ على السطر، يبقى احنا خدنا رقم جيم. تعود بسط الكف حتى لو انه اراد انقباضا لم تطعه انامله، حدد الكلمه المخالفه لقواعد الاملاء. عندي انه طبعا المفروض نحط الهمزه لان ده حرف ناسخ. اراد العباره صح او الكلمه صحيحه، طبعا فعل ماضي رباعي مبدوء بالهمزه. انامل جمع تكسير، هنقول ده جمع تكسير، فالعبارة بتاعته صحيحة.
انقباضا انقبضا انقباضا العبارة صحيحة. يبقى العبارة المخالفة لقواعد الإملاء رقم ألف إنها تعود حتى لو أنه أنه طبعا حرف إيه؟ حرف ناسخ، والحرف يكتب بهمزته همزة إيه؟ همزة قاطع. رقم 12 أجل من يتقن عمله. طبعا هنا أجل ده فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الإيه؟ الضمة. يبقى هنا الهمزة بتاعته همزة قاطع. يبقى نحن نقول أجل عن أول هنستبعد رقم ألف واستبعدنا رقم جيم، لأن احنا كده قلنا ده فعل مضارع أوله همزة وبعدين همزة مضمومة. يبقى نحن نشتغل على رقم دال فعل أوله همزة مضمومة للمتكلم المفرد المذكر، فهمزته همزة قطع. ثاني حاجة أجل الناس، أجل ده اسم تفضيل يبدأ مرفوع علامة رفع الضمة، والناس مضاف إليه من اسم موصول مبني في محل رفع خبر. يتقن، يتقن فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، وطبعا فعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل لا محل له من الإعراب صلة الموصول، يعني ده اسم تفضيل. يبقى هناخد رقم دال فعل أوله همزة مضمومة، وأجل الثانية اسم أوله همزة مفتوحة. نبط المتفوق، نبط حد مما يلي لنكمل الجملة السابقة. فأنا هنقول هنا تفاءل، فأنا هناخد التلاتة كاتب من أربعة تفاءل. طبعا هنا الهمزة على السطر لأنها متوسطة وقبلها ألف إيه؟ وقبلها ألف مد. وطبعا تفاءل زي تساءل، هنقول تفاؤلا. الهمزة هنا هتكون على الإيه؟ على الواو زي تساءل تساؤلا. يبقى على طول بناخد رقم باء تفاءل وتفاؤلا. تفاءل المتفوق تفاؤلا. تفاءل فعل ماضي مبني على الفتح، المتفوق فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، تفاؤلا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب الفتح. إن نبط كان نبط عن نبط، يعني هنكمل بالنقاط. يبقى أول حاجة هنقول إن القارئ، طبعا بما إن ما قبلها مكسور تبقى ما. تاني حاجة القارئ، وعندي التلاتة القارئ، بنا عندي ألف وجيم وعندي دال. تعالى نبدأ نشوف إحنا هناخد إيه التاني. هنقول كان في الماضي ناسخ، والفعل ضمير مستتر تقديره هو. يبقى مسؤولا هتكون خبر منصوب، يبقى إحنا الأول برضو طيرنا رقم إيه؟ رقم أنا. خلي بالك الهمزة المتوسطة مرتبطة دايما بالإعراب، فهي بتسهل معاك. انا طبعا طيرت كلمة مسؤول اللي هي رقم ألف علشان ما فيهاش ايه، ما هيش منصوبة، المفروض هتكون خبر منصوب وبالتالي تكون لام ألف، فانا طيرت الايه، طيرت رقم ألف. عندنا بقى عندي جيم وعندي ايه وعندي دال. ادي هنا القارئ ومسؤولا، والقارئ ومسؤولا. عن طبعا هنا الهمزة المتوسطة ترسم على نقرة إذا كان ما قبلها مكسور، يعني هي مجرورة. فأنا منقول عن خطأه، يبقى احنا على طول بعدنا كمان رقم دال اتفضل. يبقى احنا نقول إن القارئ كان مسؤولا عن خطأه وتشاؤمه. يبقى انا خدت رقم جيم. 15 بيقول أعن. يبقى احنا هنقول أعن ده فعل أمر، وطبعا بما انه ماضي رباعي فالهمزة بتاعته همزة قطع. يبقى احنا بعدنا اول حاجة رقم باء. يبقى احنا خدنا اعن بالهمزة اعن. طبعا السبب هنا ان ده امر لفعل رباعي، امر لفعل رباعي، امر لفعل ايه رباعي. اعن جارك في شؤونه، الهمزة تكون على نبرة، ولأن هنا طبعا صح اتصالها بما قبلها، فنحن ناخد
بعدنا طبعا برضو رقم ألف وبعدنا جيم، هياخد أنا هنا كلمة شؤون اللي هي في رقم دال، هنا صح هنقول كده اهو صح اتصالها بما قبلها، يبقى على طول ترسم على النبرة وعند كلمة مأوى، يبقى احنا خدنا رقم ده. 12 بيقول ما أجمل، طبعا الهمزة المتطرفة إذا دخل عليها ضمير أصبحت متوسطة، هنا طبعا سماؤنا في حالة الرفع ده شكل الهمزة في حالة لما تكون مرفوعة، وهنا هي عندي هنا طبعا منصوبة ما تنفعش، عندي دي في حالة الجر لما تكون مجرورة تبقى على نبرة، في حالة لما تكون مفتوحة النصب، وبما انها منصوبة يبقى احنا هناخد سماءنا نعرفها، هنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة سماء، والناء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، طبعا هنا مفعول به، السبب ان هي متعجب ايه متعجب منه، يبقى احنا خدنا رقم ب. 13 اعزب بي، طبعا اسلوب تعجب قياسي على وزن افعل بي، فهو هنا الايه مجرور لفظا هو محلا، فنحن نقول اعزب بي مائنا، خدنا رقم جيم، نعرفه ازاي؟ هنقول كده اهو اسم مجرور لفظا مرفوع محلا، والاعراب عايز ينحفظ، اسم مجرور لفظا مرفوع محلا، اسم مجرور لفظا مرفوع محلا. شرط بقول راينا، هنقول شيئا، طبعا هنا الهمزه متطرفه على السطر، يبقى على طول تنقلب ليه همزه متوسطه على نبره وفيها تنوين، يبقى راينا شيئا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الايه الفتح. 13 التلاميذ نقط القصه المقرره، هنقول التلاميذ قرأوا القصة المقررة، فأنا هناخد الهمزة طبعا إذا صح عدم الاتصال، فهنا بناخد إن هي ممكن ترسم على الألف وممكن ترسم على الواو، فإحنا هناخد رقم إيه رقم باء، قرأوا زي سألوا، فطبعا لكن هنا الأفضل إن أنا بناخد اذا صح عدم اتصالها، فهناخد الهمزه على السطر، ويجوز ايضا ان احنا ناخد الهمزه على الايه على الالف. 20 هنقول الطالبات قرانا الدرس، ناخد الهمزه على الايه الالف، يبقى رقم باء، الطالبات قرانا الايه الدرس. تدرب صفحة 15 وصفحة 16 من كتابنا كتاب الأضواء. التاء المربوطة والتاء المفتوحة، طبعا التاء المربوطة تنطق هاء عند الوقف وتاء عند الوصل، أقول مثلا فاطمة وقفت تنطق هاء، فاطمة تلميذة مجتهدة، يبقى احنا كده بتنطق تاء عند الوصل وهاء عند الوقف، أما التاء المفتوحة فهي تنطق تاء في الحالتين. رقم واحد بيقول حدد الجملة الصحيحة مما يلي، هذه الحديقة أشجارها عالية، طبعا هنا عالية خطأ، المفروض هنقول عالية وفي نقطتين فوق الايه التاء لأنها تاء مربوطة، يبقى دي هذه الجملة غير صحيحة، بعدين هذه حاطط له نقطتين تحت الهاء وطبعا دي بدون نقاط، بعد كده عندي الهاء في الحديقه هنا برضو تاء مربوطه ومش حاطط النقطتين، يبقى الجمله الصحيحه هذه الحديقه اشجارها عاليه رقم د هي العباره الصحيحه. 2 نقط واجبات يجب ان تؤديها، تنظر ما لك من حقوق، اكمل بما تراه، هنقول هنا طبعا سمت واجبات، طبعا هناخد سمة بالتاء المفتوحة،
طبعا هنا كاتب لي هناخد ايه رقم دال بس الساء عليها ايه الساء عليها فتحه يبقى ثمت واجبات يجب ان تؤديها ثمت كمن حقوق فناخد رقم ايه رقم دال يبقى ثمت واجبات بس هنا قلنا التاء الساء هتكون عليها ايه الساء هتكون عليها فتحه وهنا طبعا ايه ثمت ده الفرق يعني طبعا ثم ده هتبقى شبه جمله خبر مقدم واجبات مبتدا مؤخر وثم حرف ايه حرف عطف رقم ثلاثة حدد مما يلي كلمة تنتهي بتاء أصلية طبعا التاء يا إما تاء زائدة يا إما تاء أصلية بنا عندي تاء هنا طبعا زائد ليس يعني هي تاء مش من أصل الكلمة وعندي رسالات كذلك طبعا عندي التاء الأصلية مفردها بيت فهي هنا التاء أصلية زيها زي كلمة صوت فالتاء الأصلية هناخد رقم جيم بها من حروف الكلمة الأصلية بعد حذف الضمير تعال هنا نبدأ نحذف الضمير يتفضل عندي سماء طبعا ما فيهاش ايه ما فيهاش هاء عندي شهامته شهامة بتتحول الى طبعا بتبقى التاء المربوطة تتحول لتاء مفتوحة عند الإضافة الى الضمير وجههم طبعا هتبقى هي وجه هي طبعا ايه انهاء عندي فاتتهم طبعا هتبقى فاتت يبقى انا ايه الكلمة اللي بتنتهي بها من حروف الكلمة الأصلية بعد حذف الضمير هي كلمة وجه وطبعا دي اسمها هاء أصلية وجه أمواه مياه منبه توجيه كل دي طبعا هاء أصلية رقم خمسة قال الشاعر وكن لعلي بهجة العرس إنه بعزك في الأفراح ثمت مزايا هنا طبعا حدد مما يلي الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة في البيت السابق بعد كتابتها بشكل صحيح طبعا بهجة صحيحة أما كلمة مزايا دي بهاء بهجة وثمت طبعا دي تاء ما هيش دي تاء مفتوحة ما هيش مربوطة يبقى أنا عندي الكلمة هي رقم دال فقط بهجة دال اللي هي بتنتهي بتاء مربوطة رقم ستة الجهالات وأخت وتنافست وثمت انتهت الكلمات السابقة بتاء مفتوحة فما نوع هذه الكلمات طبعا هناخد الجهالات التاء هنا في كلمة الجهالات ده طبعا اسم واخت اسم دي كده ادحشتين تنافست ده فعل وده هنا تاء التانيث سمى دي حرف وطبعا الاستنتاج هنقول تاء أو التاء المفتوحة تدخل على الاسم والفعل والحرف الاسم والفعل والحرف ناخد رقم 8 حروف تنطق ولا تكتب طبعا عندي الحروف التي تنطق ولا تكتب عندي الألف في أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء وذلك ده كده الألف في أسماء الإشارة عندي اللام في الأسماء الموصولة وعندي التنوين وطبعا اسمها حروف تنطق ولا تكتب قال الشاعر إن هذا الشعر في الشعر ملك سار فهو في الشمس فهو الشمس والدنيا فلك حدد من البيت السابق كلمة بقى حرف ينطق
ولا يكتب، طبعا هو لا، فلك ملك، طبعا هذا دي طبعا فيها حرف ينطق ولا يكتب لانها طبعا من اسماء الاشاره. رقم 9 كل الكلمات التاليه بها حرف محذوف ما عدا الا، هي عباره عن ان زائد لا، يبقى حذفنا حرف ان. مما هي عباره عن من زائد ما. عندنا الذين في حرف الايه اللام، فيه اللام. هاتان بألفين ده الوحيدة اللي ما فيهاش حرف محذوف، يبقى احنا هنا في إلا حذفنا حرف النون وأضغمنا إن في اللام. هنا من مع الماء الموصولة فحذفنا حرف النون من حرف الجر، وهنا محذوف حرف الايه اللام، يبقى الكلمة اللي ما فيهاش حرف محذوف هي هاتان. رقم 10 هؤلاء هم الذين نجحوا، استخرج من الجملة كلمتين فيهما حرف ينطق ولا يكتب، طبعا عندي حرف ينطق ولا يكتب هؤلاء والذين، هنا عندي الكلمتين اهو هؤلاء والذين، دول كده فيهم حرف ينطق ولا يكتب، لان احنا قلنا الالف فيها اسماء الاشاره واللام في الاسماء الموصوله. 11 عليك الا تتكاسل، طبعا هنا طالما انا جيتها الا يبقى فعل مضارع منصوب، بعد الا على طول فعل مضارع منصوب، يجب ان يفعل هذا ويفعل يفقد مكانته، فعل مضارع مجزوم، والسبب انه جواب الشرط، السبب انه جواب الايه الشرط. 12 قال الشاعر تفني باجمعها وترجع عمرها 100 مكملة هي السنوات، حدد من البيت السابق كلمة بها حرف يكتب ولا ينطق، طبعا هي كلمة ايه 100 فيها حرف الالف يكتب ولا ينطق، يكتب ولا ينطق. رقم 13 كل الكلمات التالية بها حرف يكتب ولا ينطق، طبعا عندي من الحروف التي تكتب ولا تنطق اللي هو في كلمة عمرو، عندي هنا هنقول الواو في كلمة عمرو، الواو في أولئك برضو ينطق ولا يكتب، الواو في أولئك، الواو الجماعة تكتب ولا تنطق، طبعا هؤلاء هي فيها حرف ينطق ولا يكتب، يبقى أنا هناخد رقم باء. أولئك هم أصحاب عمرو الذين وقفوا بجانبه في شدته، كل كلمة بها حرف ينطق ولا يكتب، عندي في شدته، يبقى رقم 14 هناخد أولئك فيها حرف يكتب ولا ينطق، عندي عمرو وعندي وقف، الثلاث كلمات بهم حروف تكتب ولا تنطق. هات على اللام القمرية واللام الشمسية، طبعا عندي اللام القمرية تنطق ولا تكتب ودايما عليها سكون، واللام الشمسية تكتب ولا تنطق والحرف اللي بعدها مشدد، حروف اللام القمرية مجموعة في جحا غبي فك مخ وضع أو ابن حجك وقف عقيم. نوع اللام فيما تحته خط على الترتيب، لا الناس في كل يوم من مجانبة ما لم يكن لامرئ في خاطر يقع، طبعا هنا اللام عندما تدخل على كلمة تبدأ باللام الشمسية أو اللام القمرية بنحذف الألف، فإنما طبعا نوع اللام فيما تحته خط، طبعا اللام هنا لام شمسية. رقم 16 قال الشاعر
سل الفلك الدوار، هل لاح كوكب على مثل هذا العرش أو لاح كوكب؟ حدد بميان الكلمات التي تحتوي على لام قمرية في البيت السابق. تعال نقول الفلك، طبعا لام قمرية لأن طبعا فيه يعني وقع بعد الألف واللام حرف الفاء. الدوار لام شمسية. العرش يبقى أنا هناخد رقم جيم الفلك والعرش. طبعا ما ينفعش الدوار عشان لام دي شمسية، وما ينفعش هنا الدوار برضو مع الفلك عشان لام شمسية. يبقى احنا خدنا رقم جيم. 14 بيقول كل هذه الكلمات لام شمسية ما عدا. طبعا اتفقنا ان اللام الشمسية هي طبعا ال 14 حرف، بجيب ال 14 حرف غير ابغى حجك وقف عقيمة او جحر غبي فك مخ وجع. عندي طبعا السماء دي شمسية، عندي النهار شمسية، عندي الليل، وركز بقى على الليل دي شمسية. او بعض اولادنا في السماوية او في غير السماوية يقول لك الليل والليلين واللحم لام قمرية عشان المنطق اللام. نقول خلي بالك، انظر الى جملة اللام القمرية، جحا غبي فك مخ وجع او ابغي حجك وقف عقيمة، ما تجيش بقى حرف اللام، يبقى اللام كده لام ايه؟ لام شمسية. يبقى اللي عندي قمرية هي ايه؟ الجميع. قال الشاعر رأيت على صخرة عقربا، رأيت على صخرة عقربا وقد جعلت ضربها ديدنا. الكتابة الصحيحة لما تحتوي خط بعد أن تدخل عليها اللام القمرية. طبعا هنا عقربة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، فالألف هنا ألف التنوين وليس الإطلاق، فعلى طول بنشيل التنوين وهنحط الألف واللام، يبقى رأيت على صخرة العقربة. ناخد رقم رقم إيه؟ رقم باء العقربة. الألف اللينة في الأفعال والأسماء، حدد مما يلي فعلا كتب خطأ. طبعا عصا إذا كانت هي أصلها أصلها واو فترسم بترسم ب الألف، بترسم بالألف اللينة، يبقى ده عبارة صحيحة. غزا يغزو فبترسم بالألف، زيها سما. طبعا الخطأ هنا او الفعل الذي كتب خطأ، فهو طبعا قضى هي اصلها يا، لان المضارع بتاعها يقضي، فهي الالف هنا اصلها يا، يبقى ده الفعل اللي كتب بطريقة خطأ. 20 ساعة نقط الى المنزلة نقط، اكمل بما ترى. طبعا اتفقنا ان الهمزة المتوسطة ترسم على الواو اذا كانت مرفوعة، على نبرة إذا كانت مكسورة، على فتحة إذا كانت منصوبة. فهنا ساعة أبناء، هنقول أبناؤنا الأول بعدنا ب وبعدنا جيم، تفضل عندي ألف وتفضل عندي دال. تعال نشوف هناخد ألف ولا دال. فطبعا هنا عظمى إذا كانت الألف رابعة فأكثر فبترسم ألف لينة، يبقى على طول بنقول طبعا ما هيش ألف اللي هي الإيه اليابسة، احنا بنقول عليها كده يابسة، أو الألف الطويلة أو ألف المد. فهنا هناخد أبناؤنا والعظمى، يبقى ساعة أبناؤنا إلى منزلة العظمى. ساعة في الماضي مبني على الفتح، أبناؤنا أبناء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والناء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، إلى حرف جر مبني، المنزلة اسم مجرور وعلامة جر الكسرة، العظمى نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. 20 إحدى هذه الجمل كتب فيها الفعل بطريقة خطأ، سمى الوالد ابنه يحيى. طبعا هنا سمى ويحيى العبارة صحيحة. يرضى الله عن المؤمنين عبارة صحيحة. رمى اللاعب الكرة، طبعا رمى يرمي، وطالما الفعل المضارع
أصلها ياء فبتكتب بالياء عدا هنا طبعا عميالي بالياء، لكن هي طبعا أصلها ألف لأن الفعل بتاعها يعدو، المضارع بتاعها يعدو، فهي بتنكتب إيه عدا، يبقى ده الفعل اللي كتب بطريقة خطأ. 22 هناخد نقول نبط المجتهد إلى نبط منزلة، يبقى أنا هنقول سما طبعا هنا بالألف، هنبعد جيم ونبعد دال، اتفضل عندي ألف واتفضل عندي ب سما، وطبعا اتفقنا رابعة فأكثر ترسم بالياء، يبقى أنا بناخد رقم باء. رقم 23 الجندي مرتضى هزم الأعداء، عبارة صحيحة، بالسعادة نسير الخطى نحو الحياة، صح. صديق اسمه يحيى، طبعا العبارة اللي كتبت بطريقة خطأ علامة، ولأن دي عبارة عن على زائد ما، الاستفهامية فبتحذف ألف ما الاستفهامية وتكتب علامة بدون الألف، بعد خدنا رقم ج. 20 نقول لماذا كتبت الألف المينة يا في جرى، لأن الفعل بتاعها يجري، هي يا في المضارع، مشى يمشي يا في المضارع، وكتبت ألفا في دعا وسما لأن هي واو في المضارع ويسمو، عشان كده رسمت ايه؟ رسمت ألف. نوع الواو في المتعصبون هنقول واو جمع، لو قلنا واو جمع المذكر ماشي، قلنا علامة إعراب ماشي. يتعصبون واو الايه؟ واو هنا واو الجماعة، واو الايه؟ الجماعة. 20 صفحة 17 نقول حدد مما يلي الجملة الصحيحة، أكرمت عمرو لأنني أحبه، طبعا هنا العبارة خطأ، كلمة عمرو المفروض تبقى عليها فتحتين، نقول إيه عمرا عشان هتكون مفروض دي منصوب عليه نصب الفتحة، هنا أكرمت عمرو لأنني أحبه، طبعا عمرو خطأ ما ينفعش نيجي مع الواو مع التنوين. رقم ج أكرمت عمرا لأنني أحبه، طبعا هنا كلمة أحبه بدون نقطتين، يبقى أكرمت عمرا لأنني أحبه رقم د هي العبارة الصحيحة. رقم 27 حدد مما يلي الجملة الصحيحة، سوف يعلو شأن إدارة الأعمال، طبعا دي كده عبارة صحيحة، تعال نشوف الثانية، سوف يعلو طبعا إيه خطأ، إدارة الأعمال سوف يعلو شأن إدارة، دي طبعا بدون همزة، يبقى دي كده رفرة خطأ، سوف يعلو شأن إدارة الأعمال، هنا حطيت لي همزة على الألف، يبقى العبارة الصحيحة بتاعتي رقم ألف. 28 نقول قاطعوا الطريق يفزعون الآمنين، نوع الواو فيما تحت وخط على الترتيب، طبعا هنا قاطعوا مبتدا مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم وحذفت النون للإضافة، الطريق مضاف إليه، يفزعون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل من أفعال خمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والآمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طبعا الواو في قاطعه قلنا واو الجمع، واو الجمع، فيبقى على طول عن بعد ألف مش هتنفع أصلية لأن هي تبقى أصلية في يسمو ويدعو، عن بعد واو الجماعة لأن هي متصلة باسم ما هيش متصلة بفعل، عن بعد واو الجماعة، تفضل عندي باء واو الجمع، يبقى دي واو الجمع، تاني حاجة يفزعون واو الإيه الجماعة، يبقى احنا خدنا رقم باء. 20 ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ادعوا فعل امر مبني على حذف النون، مبني
على حذف النون لأن متصل بواو الجماعة. وأنتم هنا طبعا الواو، هنا طبعا واو الحال، طبعا واو الحال. أنتم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، موقنون خبر مرفوع علامة رفع الواو لأن جمع مفجر سالم، وبالإجابة ده حرف جر والإجابة اسم مجرور. دي طبعا أنتم موقنون جملة حال، حال جملة اسمية، جملة اسمية. يبقى هنا الواو واو الحال، يبقى ادعوا واو الجماعة. طبعا بعدنا دي وبعدنا جيم، هناخد عند واو الجماعة واو الجماعة وبعدين واو الحال. يبقى انا خدت رقم د 30 من المجتهدين. الواو في الجملة السابقة، طبعا الواو في اخوك ما ينفعش اصلية، ما ينفعش فارقة، ما ينفعش واو الجماعة لان ده اسم مش فعل، يبقى علامة اعراب. هنا اسمها علامة اعراب. عامل المصنع اتقن العمل. عند تحويل الجمع الجملة للجمع نقول عامل بدون الف المصنع اتقن واو الف. يبقى انا هناخد طبعا دي لا وبعدين دي لا. طبعا هنا الواو واو جمع مذكر سالم بتكون بدون الالف وتحذف النون للاضافه، فهنطير برضو باء، هناخد عامله واتقنه. يبقى احنا كده واو جمع مذكر سالم وواو الجماعه. 30 نقول ذو العلم يسمو بعلمه والرجال يسمون معه والنساء يعلون معه. حدد كلمتين بهما واو أصلية. طبعا عندي واو أصلية هنقول يسمو و طبعا ما ينفعش هنا ايه، ما ينفعش ذو. يبقى انا كده عندي ذو دي ما هيش واو أصلية، دي علامة إعراب وده اسم. يسمو ويسمون هنا دي أصلية، وهنا يسمون ده واو جمع واو الجماعة، يبقى دي مش نافعة. يسمون ويعلون برضو يسمون ويعلون، دي طبعا واو الجماعة ودي واو أصلية. يبقى احنا خدنا يسمو ويعلون، طلع مبنى على السكون واتصاله بنون النسوة. 30 يجب أن نبط عمن أساء إليكم. هنا طبعا هنقول تعفو وحناخد واو الجماعة. يبقى احنا الاول بعدنا دال وتفضل عندي تعفو وتعفو وتعفو. يجب ان نعفو، وطبعا هنا مفيش الف، يبقى احنا بناخد على طول رقم كام، رقم جي، لان هنا هتكون بالنون فمش هينفع نجيب معاها واو واو الجماعه. فناخد تعفو يجب ان نعفو. وطبعا هنا الفاعل او النون هنا دي للجمع. 34 كان عمر صديقي متفوقا وكذلك اخي عمرو. ضع إن ما بدلا من كان. فطبعا عمر كان مرفوع علامة رفع الواو، صديقي طبعا هنا هتكون نعت، متفوقا خبر كان. إن عمر وعليها فتحة لأن الممنوع من الصرف، صديقي متفوقا وكذلك أخي عمر، هتكون طبعا مجرورة بالكسرة. 30 معلم المدرسة أخلصوا في عملهم. قعد كتابة الجملة صحيحة، طبعا هنا نحذف واو نحذف الألف فتبقى معلم
المدرسة أخلصوا ونحط واو الألف بتاعت واو الجماعة يبدأ أخلصوا. ما حل التطبيقات على الوحدة الأولى؟ اختبر نفسك من كتابنا كتاب الأضواء صفحة 18. السؤال الأول بيقول: كل ما يلي رسمت فيه الهمزة بشكل صحيح ما عدا. طبعا الطالب متأمل العبارة طبعا أو اللي هي الرسم صح، لأن هنا الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح متأ. العلم مؤ برضو على الواو لأن هي مفتوحة وما قبلها مضمون. عندي ناشئة صحيحة. طبعا الخطأ هنا يتساءلون، هي يا تساءلون الهمزة على السطر وليست على الألف. آمن المخلصون أن النجاح يتحقق بالسعي، الفعل آمن مصدر صحيح له طبعا إيمان، آمن إيمان. أما أمنا أمن الفعل ثلاثي اللي هما آمن ده فعل ماضي رباعي يبقى المصدر بتاعه إيمان على وزن إفعال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما تحت قط همزته وصل لأنه. طبعا ادخلوا احذف واو الجماعة يبقى ادخل، شيل ألف الايه ألف اللي هي جاية في الأول يبقى الفعل دخل يبقى أمر ثلاثي، أمر الفعل ايه ثلاثي. أربعة: عليك أيها الطالب ألا تهمل النشاط البدني. طالما هنا ألا هي عبارة عن أن زائد لا، يبقى أن هنا عبارة عن أن زائد لا، فهنا حذفنا النون، وهنا عبارة عن إن زائد لا فحذفنا أيضا النون، يبقى الحرف المضغم في إلا وألا هو النون قبل اللام. رقم خمسة: قال المثقب العبدي: أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي وما يقيني. طبعا هنا هي العبارة كل الدهر حل وارتحال، كل مبتدأ الدهر مضاف إليه، حل خبر، وارتحال الواو حرف عطف، وارتحال اسم معطوف مرفوع، والهمزة هنا طبعا همزة استفهام، همزة استفهام. يبقى الهمزة فيما تحت وخط قط ووسط على الترتيب والسبب. طبعا هنا قلنا مسبوقة دي همزة استفهام، ما عنديش هنا في الأربعة همزة استفهام غير رقم دال. وطبعا ارتحال الفعل بتاعها ارتحل، طبعا مصدر خماسي الفعل بتاع ارتحال ارتحال يبقى مصدر لفعل خماسي، هناخد رقم دال. رقم ستة: بناء أنا صممه علمائنا. في كلمتي بناء أنا وعلمائنا خطأ صوبه. طبعا كلمة بناء همزة متوسطة، بناء أنا همزة متوسطة فترسم على الواو لأنها مرفوعة يبقى بناءنا. عندي طيرنا كده به وطيرنا دال، اتفضل عندي ألف واتفضل عندي جيم، وبعدين علماء هنا فعل يعني هي بناء مبتدا وصمم فعل ماضي مبني على الفعل، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، وعلماء هنا فاعل يبقى الهمزه على الواو يبقى احنا خدنا رقم الف. طبعا الامثال حكمه الشعوب. الف فيما تحت خط نحه. طبعا الامثال طبعا بما ان بعد الالف واللام همزه يبقى لام قمريه على طول كده، الاول بعدنا جيم وبعدنا دال، اتفضل عندي ألف واتفضل عندي باء، وبعدين الشعوب لام شمسية يبقى احنا خدنا قمرية وشمسية. رقم 8: الأمثال ثمرة البلاغة. في كلمة ثمرة التاء المربوطة تنطق، طبعا التاء المربوطة تنطق هاء عند الوقف وتاء عند الوصل، أما الهاء هاء عند الوقف
وهاء عند الوسط، والتاء المفتوحة تاء عند الوقف وتاء عند الوسط. يبقى انا هنقول ان التاء المضبوطة تنطق هاء عند الوقف وتاء عند الوسط. 9. ميز الجملة الصحيحة كتابية في مما يلي. طبعا هنا الجملة الصحيحة، طبعا بص علامة حرف جر زائد همزة استفهام بيحذف الألف، يبقى العبارة دي خطأ. المفروض بنحذف الألف، يبقى علامة بعد حذف الألف علامة. طبعا هنا طبعا العبارة خطأ اهي. علامة الصراع، طبعا ما ينفعش نفصل، فهي العبارة الصحيحة عندي علامة حذفنا الايه الألف يحذف. نكتب قاعدة كده بتقول عند دخول حرف الجر على ما الاستفهامية يحذف ألف ما. لاعبو مصر ماهرون، الشباب يقدرون أهمية الرياضة. نعمل الواو فيما تحت وخط. طبعا لاعبو، احنا قلنا لاعبو مبتدا مرفوع على مترفع الواو وحذفت نون إضافة، مصر مضاف إليه، ماهرون خبر. فهنا الواو قلت واو جمع المذكر السالم ماشي، قلت واو علامة إعراب ماشي. طبعا هو كاتب لي واو جمع المذكر السالم، الأول بعدنا ألف وبعدني باء، اتفضل عندي جيم، اتفضل عندي دال. واو جمع المذكر السالم، واو جمع المذكر السالم. تعرف الشباب يقدرون، يقدرون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، واو جماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، أهمية مفعول به، وطبعا يبقى أنا هنا واو الجماعة. 11. الزيادة السكانية تمثل عبئا على المجتمع. بين سبب رسم الهمزة على الياء لأنها جاءت متوسطة وقبلها تنوين أو بعدها تنوين متصلة بالتنوين، فهي مفتوحة وما قبلها ساكن. يبقى نحن نقول كلمة عبئا مفتوحة وما قبلها ساكن، أنا نقول عبئا، لذلك رسمت على نبرة. صفحة 19 نقول قال تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. حدد سبب مجيء ألف الوصل في قوله فانتصر. طبعا انتصر أمر لفعل خماسي، وطبعا الألف بتاعته ألف وصل. رقم 13 أجيد الخط فإنه حلية الكتب. حدد نوع همزة ما تحته خط وسبب كتابته بهذه الطريقة. طبعا أجيد الفعل الماضي بتاعها أجاد، فهو ماضي رباعي مندوب بالهمزة، الأمر منه أجد، وهنضيف الواو جماعة يبقى أجيد. هنقول إن هو الهمزة بتاعته قط لأنه أمر لفعل رباعي. أنا عندي هنا طبعا طيرنا به، طيرنا عنده قطع وماضي، طبعا ده هي طبعا واحنا قلنا قطع وأمر رباعي، فأنا طبعا عندي ماضي رباعي مكتوب بالهمزة وأمره ومصدره، طبعا على طول دول همزتهم همزة قطع. 14 وجدت عمرو يسعى للنجاح، صوب الخطأ في العبارة. هنا طبعا وجدت المفروض عمرو تبقى عمرا لأنها مفعول به، يبقى هنا وجدت عمرا، هنا عمرا هتكون منصوبة، دي كده عبارة صحيحة، بس هنا عاملها عمرا، عاملها عمرا، يبقى أنا هناخد رقم جيم وجدت عمرا، وهنا طبعا مش هينفع وهنا طبعا مش نافعة، يبقى أنا وجدت عمرا. 15 أصبحت نشأة الحضارات مرتبطة بالعلم والتكنولوجيا. ما هي سبب كتابة الهمزة المتوسطة فوق الألف في كلمة نشأة؟ طبعا الهمزة المتوسطة دايما مرتبطة حركتها وحركة ما قبلها، يبقى نشأة نش شين ساكنة والهمزة مفتوحة، يبقى أنا هنقول لأنها مفتوحة عندي بعدنا جيم وبعدنا دال، يبقى انا هنقول مفتوحة وما وقبلها حرف صحيح ساكن، يبقى احنا خدنا رقم ألف. 16 دارس العلوم بارعون. طبعا دارس
مبتدا مرفوع علامه رفع الواو لانه جمع مذكر سالم وحذفت النون للاضافه، فالواو هنا بنقول عليها واو الجمع، مفيش مشكله خلاص. يبقى احنا طيرنا ب وطيرنا د، احنا قلنا اتفقنا واو جمع مذكر سالم، واو جمع، واو علامه اعراب، اي مسمى واحد بالنسبه للواو اللي هي متصله بالاسم. يبقى انا عندي واو جمع واو جمع واو جمع. تعال نشوف الثانية، لقب عمرو بن العاص بداهية العرب. طبعا الواو في كلمة عمرو اسمها الواو الفارقة، يبقى احنا خدنا رقم ألف 14. الحشد منه الدار لكن لم يرى أحدا سواها. هنا بين نوع اللام، إذا أدخلنا أل على كلمة من يبقى أل من أل من، طبعا لام قمرية قمرية، وكلمة أحد الأحد أيضا قمرية، يبقى الاثنين قمريتان. 18 يؤم الإمام المصلين في خشوع بين البدائل التالية، بين حدد سبب كتابة الهمزة على الواو في قوله يؤم. ياء الهمزه مضمومه، يبقى احنا طيرنا د، وما قبلها مفتوح يبقى ياء مضمومه وما قبلها مفتوح. 19 اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها. الفعلان اتقي واتبع همزتهما وصل وقطع على الترتيب. طبعا اتقي الفعل بتاعها اتقى، يبقى امر لفعل خماسي، واتبع امر لفعل رباعي. رقم 20 سرني ان يستغفر المؤمن ربه، طبعا مصدر مؤول، عند تحويله الى صريح نقول يستغفر، الماضي بتاعها استغفر، يبقى المصدر بتاعه استغفار. وطبعا استغفار الف وصل لانها مصدر لفعل سداسي. على طول طيرنا الاول طيرنا الاول الف وطيرنا د، اتفضل عندي جيم واتفضل عندي باء. فطبعا استغفار استغفار. بعد كده وارجو ان يخلص في توبته، ارجو اخلاص التوبه، يبقى اخلاص مصدر لفعل رباعي، يبقى ارجو اخلاصه، يبقى احنا خدنا رقم جيم. 20 بيقول العلم والخلق رافدان من روافد بناء المجتمع، ميز نوع ال فيما تحت خط. طبعا العلم لام قمريه والمجتمع لام قمريه، يبقى احنا هنقول كلتاهما قمريه. 20 قال تعالى استعينوا بالله واصبروا، ميز نوع الفعل على الترتيب. طبعا استعينوا طبعا هي الماضي بتاعها استعانة، والامر استعينوا يعني هي امر لفعل سداسي، يبقى سبب ان الالف بتاعتها الف وصل ان هي امر لفعل سداسي. يبقى الاول طيرنا د، هتفضل عندي الف وجيم وباء، امر لفعل سداسي امر لفعل سداسي. بعد كده اصبروا، شيل الواو جماعه يبقى اصبر، شيل كمان الالف طالما الف الف وسط يبقى امر لفعل ثلاثي، يبقى امر ثلاثي وامر ثلاثي. فين قال تعالى الم نشرح لك صدرك، سبب اثبات الهمزه على الالف في الايه الكريمه من البدائل التاليه ان هي طبعا حرف استفهام، وحرف الاستفهام همزته همزه قطع، حرف الاستفهام اللي هو الهمزه همزته همزه ايه قطع. 24 لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، سبب رسم الهمزه بهذه الطريقه فيما تحت خط. طبعا تو الهمزه مفتوحه، يبقى انا عندي الثلاثه مفتوحه، طيرنا بس رقم جيم، يبقى تو مفتوحه وما قبلها مضمون، يبقى تو اجل خدنا مفتوحه وما قبلها مضمون. 25 لعل ابناءنا بانونا مستقبلهم، طبعا لعل حرف ناسخ مبني على الفتح، ابناءنا اسم لعل، ابناء اسم لعل منصوب علامه نصب الفتحه، وانها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، بانونا
خبر لعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، ومستقبلهم مستقبل مفعول به اسم الفاعل منصوب علامة نصب الفتحة وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الصيغة الصحيحة عند وضع بدأ مكان لعل، طبعا بدأ فعل من الأفعال الناسخة، فعل من أفعال الشروع. الخبر بتاعه يأتي جملة ثانية تبدأ بفعل مضارع، وطبعا اللي بعدها يكون اسمها مرفوع على طول. هناخد أبناؤنا، طبعا جايب لي بعدنا الأول رقم جيم، يبقى تفضل لي عندي التلاتة أبناؤنا أبناؤنا أبناؤنا. بعد كده فعل الشروع أو أفعال الشروع يمتنع اقتران خبرها به أن، فهنقول يبنون، يبقى أبناؤنا يبنون خدنا رقم ب. 26 قدرت الدولة جهد العمال، حدد في العبارة السابقة كلمة باء حرف يكتب ولا ينطق. هنا طبعا الكلمة باء حرف يكتب ولا ينطق اللام الايه؟ اللام الشمسية في كلمة الدولة، طبعا هو حرف ينطق، حرف يكتب ولا ينطق. فين بين سبب كتابة الهمزة المتوسطة على الألف في كلمة مأمونة؟ إن هي طبعا ساكنة وما قبلها مفتوح، بنعمل ساكنة وما قبلها مفتوح. 28 التفاؤل يملا قلب المؤمن أملا، في العبارة خطأان إملائيان، حددهما. أول حاجة التفاؤل الهمزة على الواو، وده طبعا في كلمة بالنسبة لكلمة التفاؤل بتظهر كما هي في الإعراب، ما بتتغيرش بالنسبة للإعراب، لأن هي مش همزة متطرفة ودخلنا عليها ضمير، هي همزة متوسطة في الأصل. فهنا إيه؟ التفاؤل عن بعد ألف ومن بعد دال، اتفضل عندي باء واتفضل عندي جيم. وبعدين التفاؤل يملأ، ترسم الهمزة متطرفة على الألف، يبقى أنا هناخد رقم باء. 20 على المرء أن يعمل ليحيى كريما، الألف اللي هنا في الفعل يحيى كتبت ألفا لأنها طبعا كلمة يحيى ترسم بالألف لأنها رابعة سبقت بياء، رابعة سبقت بياء ترسم ألف. رقم 30 تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الكلمة التي بها لام شمسية في الآية، طبعا السماوات شمسية، الأرض قمرية، المصباح قمرية، يبقى هناخد السماوات. 30 قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، بين سبب رسم الهمزة بهذه الطريقة في كلمة فئة، طبعا هي مفتوحة وما قبلها مكسور، مفتوحة وما قبلها مكسور، في يبقى مفتوحة وما قبلها مكسور. 30 حدد مما يلي الصواب عند دخول حرف النداء على كلمة ابن، عند دخول حرف النداء على كلمة ابن يحذف ألف ايه؟ ألف ابن، يبقى نحن نقول يبن اللي هي رقم د. كل ما يلي صواب ما عدا قضايا كسرى مرمى منابي، طبعا كل ما يلي صواب ما عدا كلمة منابي رقم د. ميز مما يلي الكلمات التي اتصل بها ضمير هاء الغائب، يوجه طبعا نية أصلية، يتشابه نية أصلية، ويشبه أصلية، يبقى الكلمة المتصل بها هاء الضمير هي طبعا هنا طبعا ما ينفعش نقول نشيل الهاء، ما ينفعش نقول بوج طبعا الهاء هنا ايه؟ أصلية أصلية، ودي طبعا ما ينفعش تنحذف، يبقى أنا عندي الهاء في يهب. 35 الأمثال حكمة الظهور وصدى التجارب تجرى على الألسنة الموهوبة في خلال حديث ليؤيده، أعد كتابة الجملة بعد تصويب الخطأ. طبعا هنقول الأمثال
فيها همزة على الألف، وبعدين حكمة الدهور وصوتها تجري على الألسنة، تاء مربوطة، الموهوبة تاء مربوطة، ليؤدي بدين. أقول قال الشاعر أمنع ماءها أمنع ما يروى أخا صدى، وقد كنت لا أحمل مناهل صاديا. ميز نوع الكلمات المبدوعة بهمزة قطع في البيت السابق على الترتيب. أمنع، طبعا أول حاجة حرف إن همزة الاستفهام، وبعدين الفعل المضارع أخا اسم، وبعدين أحمل فعل مضارع، يبقى احنا خدنا رقم باء. 37 يقول المتنبي فإن أمرض فما مرض اصطباري، وإن أحمم فما حمى اعتزامي. حدد نوع الأسماء المبدوعة بهمزة وصل على الترتيب من البيت. عندي اصطباري اصطبر اصطبر اصطبار، ده مصدر لفعل خماسي، مصدر لفعل خماسي، وعندي اعتزامي مصدر لفعل ايه؟ لفعل خماسي. يبقى احنا خدنا رقم د. انا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محاله زائل. اذا عرفت كلمات باطل وزائل يصبح نوع اللام فيهما على الترتيب. طبعا الباطل قمريه، يبقى على طول بنطير جيم بنطير الف، فضل عندي به دال قمريه، وبعدين الزائل شمسيه، يبقى احنا خدنا رقم باء. 39 ما باء حرف ينطق ولا يكتب. طبعا ايها طبعا ما فيهاش حرف ينطق ولا يكتب. الفؤاد ما فيهاش حاجه. حزب طبعا هي ايه؟ هذا رقم باء. رقم 40 يقول المجتهدون يسعون إلى تحقيق الهدف بالعمل على الترتيب. حدد نوع الواو في العبارة مع بيان دورها الإعرابي. المجتهدون هتكون واو الجمع وعلامة إعراب لجمع المذكر السالم، ويسعون واو الجماعة وضمير في محل رفع، هناخد رقم باء. استفدت معايا؟ لو عجبك الفيديو اعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم.